مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في حلقه جديده من برنامجكم نسولوا المراه على قناتكم شوف تيفي. كيف ما كنعرفوا ان الرجل والمراه فاش كينفصلوا كتبقى المسؤوليه على الرجل كبيره، ومنها انه خاصو ينفق على وليداته. لذلك حنا نزلنا الشارع المغربي باش نسولوا النساء، الى فرضا طلقتي وراجلك ما عطاكش النفقه ديال وليداتك، واش تدخلي الحبس ولا لا؟ اجيو نشوفوا الاجوبه ديالهم ونرجعوا لكم. ايه ممكن، مزيان ايه مزيان يسالوا الحبس. زعما الدراري تشردوا بحال هكاك وبقاو دايرين في الزنقه وداك الشيء ما مزيانش. انا ما نبغيش راسي بحال هكاك نطلق وبقاو ولادي مشردين. ايه ندخلوا الحبس ما بغيتش تعطيني النفقه ديالي وداك الشيء. ايه حقي وحق ولادي ما بقاوش ضايعين. بالنسبه لي انا كيسال هذاك ما خصوش يكون كاع اب نهائيا. بالنسبه لي بحال ما هذاك انايا الا كان ما غاديش يصير على ولده، بالنسبه لي انا من الاحسن ليا كاع ما خصوش يعرفوا بصفه عامه. علاش باش ياخذ ابوبه باش يولي هو اب اصلا ورغم ذلك ما تينفقش عليه؟ ما عندي ما ندير بحبسه انايا. وديجا انا وقع لي نفس المنظر وخبرت بالولاد ما لقيتهم مع باباهم حتى كبروا حتى تقادوا الكتاف. انا الحبس اللي دخلته ليه هي فرقته مع ولادو، ما عمرو بقى شافهم حتى كبروا. هذاك هو الحبس عندي انا. بالنسبه لي انايا الا كانوا غايقولوا ليه بابا وهو ما كيسالهاش ما كيلاش، من الاحسن لي الناس ما يقولوش ليه بابا، خاش ما كيصرفش عليهم. انا عوضت لهم فيا الاب فيا الام فيا كل شيء. كيسال الحبس من واحد الجانب، والجانب الثاني امام الله مسؤول على ولادو، خصو يعطي النفقه لولادو، لان كيف كان مزوج بك كيف طلقها بحال بحال عادي، الحياه تبقى مستمره، كيخص يكون التفاهم بيناتهم على ذاك الطلاق، والنفقه وصير ولادو والاكل ديالهم والملبس والسكن هو مسؤول به. ندخلوا الحبس. ولادي هما الاولين، لان ولدي ما غاديش يبقى مشرد، وزيد على ذلك الا ما كانش انا عندي خدمه وما عنديش اللي غادي يعطيني، منين غنجيب لهم انا الفلوس واش ناكلهم ونشربهم؟ تشوفهم كيتقطعوا بلا كتاب بلا مدرسه بلا حوايج بلا هادي بلا ديك، حشومه راه مسؤوليه. ندخلوا الحبس، انا مسؤوليته حتى هو مسؤوليه بجوج، لان ذاك الولد ما ولدتوش بوحدي ولدتهم انا وياه. كيستاهلوا الحبس وكيستاهلوا حتى العيالات كيستاهلوا هذوك التعويضات، لانه ما كاين العيالات اللي ما خداماتش، كاين العيالات اللي ما قارياتش، كاين العيالات اللي ما عندهمش مساكن وكيخليو لهم وليداتهم وكيخليو لهم بزاف المسائل. نقدر نضحي به وندخلو الحبس. سهلوا الحبس وضروري، واخا تكون هذيك المراه اصلا واخا تكون يعني بيناتهم شي حاجه، ولكن هذوك ولاد وكبتو خاصهم ضروري يهزهم. الا كان عندي باش ما غنديش نتسوق ليه، لولا والاخر نخليه منه الله، ما نقدرش. ايوا تخليه منه الله، راه ضميره اللي غيحكم عليه. هذا سؤال اجتماعي، وكيف ما قلتي تي يعني بالنسبه للزوج الا ما عطاش النفقه للزوجه ديالو، يعني اش غنقول لك؟ ماشي تقريبا كل شيء زعما كتدخلي الحبس، ولكن على حسب الحاله الاجتماعيه ديال الراجل، يعني العمل ديالو واش في المستوى، هي الا تنازلت لي على الحقوق ديالها يعني ماشي مشكل. ربما الا كان علاش يدخل صراحه، الا كان يعني الانسان ما يعني غايب على الوجود يعني بدون يعني ما ينفق عليه ولا شي حاجه يدخل الحبس. ورجعنا لكم مشاهدينا الكرام، وكما شفنا ان الاجوبه اختلفت، ولكن الاغلبيه ديال النساء قالوا ان الراجل الا خلاهم وما عطاش النفقه لولادو انه كيستاهل السجن، لانه في الاول وفي الاخر هذوك ولادو ولازم انه يتحمل المسؤوليه ديالهم. وصلنا الى نهايه الحلقه، شكرا لكم.